اكيد الاخوان كيتسالوه علاش هذا عبد الضعيف بغى يترأس او لا بغى يدخل تسير الاتحاد طنجه. ما كتعرفوا الاخوان انه انا طنجاوي وهذه غير على المدينه ديالي، ما جمعتكم غير على المدينه. ما نبغيوش حنايا الفريق ديالنا يبقى يتسول في الزنقه، ونبغي الفريق ديالنا يتاح لهذا المستوى هذا. هذه طنجه وما ادراك ما طنجه. نهضر معكم وتبعوا في اللي جاي. اخواني اللي نطلب منكم واحد الحاجه اللي هي مهمه، هو نردوا الخلافات اللي ظهرت والمكتب السابق والمكتب اللي قبل منه. جميل، وغتأيدونا وغتعاونونا في هادشي هذا. لا قدر الله، لا قدر الله انه الفارق هبط في القسم الثاني، كونوا على يقين انه العام المرة غيكون في القسم الاول وانا ندور البطوله ان شاء الله. انا اليوم الاخوان كان عيد في الخدمه جماعه. انا اللي غيعيط لي في التليفون من الاحسن يعطيني النصائح، انني ما غيعيطليش عليا ما تسمعش اني انا مناصبين معدود اللي عنده شي فكره باش نحضر الفريق مرحبا. ما عنده شي فكره غيقول لي فلان قال او هذاك مزيان ماشي مزيان، هادشي كامل ما نعمل به. يعيط لي يعطيني شي نصيحه ولا يعطيني شي راي اللي نقدر نمشي به القدام. والسلام عليكم والله موفق. قبل كل شيء متمنياتنا للسيد محمد الشرقاوي الرئيس الجديد لفريق اتحاد طنجه، متمنياتنا له بالتوفيق والسداد في مهامه. المهمة ليست بالمستحيلة إذا كان هناك واحد الإرادة قوية، إذا كان هناك تلاحم والتفاف حوله، تلاحم ديال المسؤولين ديال المدينة، السياسيين، رجال الأعمال، منعشي الاقتصاديين، المكتب السابق، المكتب ما قبل السابق، الجمهور، إذا كان التفاف جميع الفعاليات، كونوا على يقين على أن الفريق في مأمن إن شاء الله. والفريق غادي يخرج من هاد القوقعة وهاد الأزمة اللي كيعيشها. الأزمة ديال الفريق هي مادية بدرجة أولى. كنتمنى جميع الغيورين على أنهم يبادروا ويساهموا كل من موقعه، كل واحد يعطي بما قل منه أو كثر من أجل إنقاذ فريق اتحاد طنجة. هذه كلمة شنو لا ما تقوليش اسمعني قلنا الاخوان انا جبت طالبك واش عارف الصوره اللي فيها الفريق واش وحنا معك وحنا كنأيدوك صافي داو التساؤل عام يان صافي يلاه شكون اللي كيف كتلاحظوا اليوم داز الجام العام اللي هو تتمه اللي كنا ديال دوزنا هذه واحد 4 ايام اللي ما كناش خرجنا بواحد النتيجه اللي ما كنا رفضنا بان فريق اتحاد طنجه تكون عنده واحد لجنه مؤقته لان ما صالحش الفريق اتحاد طنجه. اليوم ترشح رئيس السي محمد الشرقاوي، كنتمنى له التوفيق وكنتمنى يكون على قد المسؤوليه ويكون عارف شنو يتابع فريق اتحاد طنجه، لان فريق اتحاد طنجه ما كيستاهلش هذه الوضعيه هذه اللي كيمر منها، لان فريق مدينه كبيره، مدينه سياحيه، مدينه صناعيه، مدينه هذا، يعني خصو يكون كل شيء يكون ملتحم ليها. وكنتمنى الخير وشي نقدر نقول لكم يعني الخلاصه انتم شو حضرتوا عليها كصحفيين، يعني نتمنى الخير فريق اسم اتحاد طنجه. يعني هادشي اللي كامل عاملين لا مخارطين ولا هادشي بلعه ديال المشاكل اللي كانت وهذا، يعني كامل على اسم فريق اتحاد طنجه. وكنتمنى مستقبلا تزول الصراعات السياسيه ولا الصراعات اللي بين يعني كل واحد يتوحد اسم فريق اتحاد طنجه. وكيتسنى الاسماء في المكتب كانت وزينه، ونهار اللي خرجوا على الاسماء وقلنا بان ما كتقدمش يطعن الفريق خرج برا غادي يقول لك لا الناس راه كنصوروا في الاماميه، اللي كنصوروا في الاماميه هو الرئيس وناس الاشخاص هما اللي بقاو معاه في الاخر. ولهذا حنا ما عندنا ما نعلو الاسم، حنا اللي غنقدم الدعم سواء في المادي سواء في من خلال ديالو مرحبا. نعطيك فيك الرئيس غير ما طيحش في هذا الخطا الرئيس، لان كاين اسماء دخلت للمكتب بالامس القريب طنجه عطاتها كل شيء ولكن هي ما عطاتها جواب. ما خصناش هنا مثلا نسمع هنا هذا ان شاء الله
الله هذا انطلاقه الرئيس معك ان شاء الله تمنى تكون معك وتبقى في استمراريه. خصها طنجه تبقى ديما الفوق. لا طنجه راه ثاني قطب اقتصادي في المغرب. ولكن كتشعر بان الفريق ما مدعمش نهائيا. حنا كاين شركات اخرى كدير فلوس من طنجه وكدعم فرق اخرى. ما يمكنش نبقاو هنا سيد الرئيس. ولهذا كنتمنى دقق في الاسماء اللي غادي تكون معك في المكتب الرئيس. اللي عنده شي اضافه مرحبا واللي ما عنده شي سمحنا. هذا انتخاب رئيس جديد راه حتما غيزرع واحد روح جديده في الفريق. والامور باقى الامل ما تصفقتش. غادي نتقاتلوا تن اخر لحظه بحال اللي قال الرئيس بان غادي ينتحر على هذا الفريق. وحنا كنشوفوا حتى الفرق اللي فايته هنا كنشوفوا راه كله منهزموا بحال الى الامور هذيك الموجه كنقولوا ديك التيار نعكس ويكون خير. وبهذا المنبر كنشكر سي محمد الشرقاوي اللي زعم وزادنا هذه العافيه هذه. وفعلا ماشي مشكل الى احنا مأكدين بانه غادي يقوم باكبر مجهود اللي ممكن يدار. وحتى الى ما نجحش راه واحد المثال كيقول لك الشجعان هما الذي يخسرون اما الجبناء ما كيدخلوش في المعارك اصلا. هو الواحد اللي تقدم. ولكن اللائحه ديال الاعضاء ديال المكتب نتمنى من الله على انك طلعنا عليها وصوت تمام في ضغط قانون ديال 15 اذا ما كتشكش فيا سيدي محمد سيدي لا اذا كان شي واحد تما ماشي هو اللي دوزنا معاه حنا واحد ثلاث سنين وما تعاودش انت غنوصحك دابا عطيتي نصيحه تسمعها.